تكررت العمليات في عدن والهدف واحد هو رأس المسؤول الأول في المحافظة عيدروس الزبيدي الذي نجا من محاولة اغتيال جديدة. مجدداً ضربت سيارة مفخخة مؤخرة موكب المحافظ بعد أن اعترضته في الطريق العام الموازي لمدينة إنماء السكنية. معلومات أولية تحدثت عن سقوط جريح وتدمير عربة عسكرية كانت ترافق موكب الزبيدي هنا غرب مديرية المنصورة وتحديداً أمام مسجد العادل. غير ذلك لا وجود لحصيلة في الخسائر سوى السيارة التي نفذت العملية حيث احترقت بالكامل. لكن في مجمل ما يصدر من هذه المحافظة التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة، الصورة ما تزال مشوهة، خصوصا في الملف الأمني المكشوف من خلال الهجمات التي يتعرض لها المسؤولون وأيضا المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية. لم تتعافى العاصمة المؤقتة من الهجمات الإرهابية المتتابعة كما حدث في محاولة السيطرة على أكبر معسكرات المحافظة عندما أقدمت جماعة متشددة الأسبوع قبل الماضي على محاولة السيطرة على معسكر الصولبان التابع لقوات التحالف، لكنها فشلت بعد معركة كبيرة استمرت لساعات سقط فيها ضحايا من الجيش والعناصر الإرهابية. تمكنت قوات الجيش فيها من حسم المعركة لصالحها والسيطرة على المعسكر بشكل كامل.